السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. معكم فاطمة عارف، رئيسة تعاونية النجود العليا في كيك. كنشكر كل سي بوجوالة وكل أعضاء المسؤولين اللي فتحوا لنا هذه الفرصة باش نجيو نعرضوا المنتوج ديالنا ونتعرفوا على عارضين جداد ونشوفوا صناعة جديدة اللي شفنا عدة أشياء كثيرة بحال هاد الكراسي اللي شفنا عاد دابا أول مرة كنشوفهم في المعرض. وكنشكركم بزاف على هاد التنظيم وعلى هاد الشيء كامل. صناعة تقليدي، صناعة القصب، منتوجات نباتية، ممثل مدينة حفير، وشارك في معرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة حفير. صناعة القصب منتوج نباتي تنتج في مدينة حفير، كل شيء في المكان. معرض يعني كيكسبوا فيه كليان جداد ونعرفوا المنتوج ديالنا على سعيد الجهة، ونطلب من الزوار باش يشجعوا الزوار ديال مدينة حفير باش يشجعوا شوية الصناع.
هذه بلوزه هذه بلوزه وجديه هي جهه هذيك راه فوق هي بكانيه هي باش نعرفوا في البكانيه إدريس بوجوالا رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. كما تبعتوا معنا اليوم نحن بصدد افتتاح النسخة الأولى لمعرض جهوي بمدينة أحفير، وتعتبر هذه سابقة هنا بمدينة أحفير، وهذا الشيء كيتزامن مع احتفالات الشعب المغربي باليوم الوطني للمهاجر اللي كيتزامن مع 10 غشت من كل سنة. والحمد لله كما تبعتوا انه المعرض عرف واحد الاقبال كبير ديال السكينه ديال مدينه احفير، والشيء اللي عطاه الخصوصيه كذلك انه نحن على بعد ايام قليله من عيد الاضحى المبارك، ونحن نعيش اجواء احتفاليه. والهدف من تنظيم هذا المعرض هو اعطاء فرصه للحرفيين والصناع التقليديين باش يعرضوا المنتوجات ديالهم، لان كما كنعرفوا الهاجس الكبير ديال الصانع التقليدي هو انه عنده منتوج، ولكن الاشكال هو عنده ما عندوش الفضاء في كيسوق. وحنا السياسه اللي نهجناها اننا انفتحنا على جميع الاقاليم باش تكون هناك معارض جهويه في جميع الاقاليم، والان دخلنا لواحد المرحله ثانيه بالاضافه لتلك يعني اصبحت ديك المعارض الاقليميه ذات طابع جهوي اصبحت مرسمه، والان كنمشيو للمدن الكبيره اللي متواجده في الاقاليم. ومدينه احفير تعتبر من يعني المدينه الثانيه من بعد ان لم اذكر مدينه السعيديه، لانه مدينه السعيديه فيها مدينه سياحيه يعني دوليه، ولكن مدينه احفير عندها الخصوصيه ديالها حتى هي درجناها باش ان شاء الله يكون عندها واحد المعرض رسمي سنوي. ولعل الاقبال اللي عرفته النسخه الاولى ديال الافتتاح كتشجعنا باش نفكروا تكون استمراريه لهذا المعرض. شكرا لك. السلام عليكم. حمدان حفيظه من قريه الصناع التقليديين بركان، صانعه خدمه ديال الصناعه النباتيه الحلفه، منتوجات ديال الحلفه كنصايبوا بهم شي ديال الطبوقه ديال الكساكس والسكن، جددنا فيهم درنا فيهم شي حوايج جداد. وبالنسبه للمعرض مزيان حد الساعه، راه مزيان، نتمنوا الخير ان شاء الله لقدام. وبالنسبه لينا حنا بعد هذه المنتوجات النباتيه التسويق ديالنا كيكون في المعارض، اغلبيه في المعارض كيكون مزيان. ما صراحه لله تقال شي اللي كاين. السلام
alaikum, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Marocains, bonjour aux gens de Ahfir. Voilà, je me présente, je suis Chérifa et je suis marocaine, née à Paris et j'ai passé plus de 54 ans à Ahfir et croyez-moi que j'ai vu une amélioration depuis 3 ans, 2 ans, 2-3 ans. Il n'y a rien à dire. Franchement, plus je viens au Maroc à Ahfir, plus je commence à apprécier. Comme je dis à mes amis qui me suivent sur Facebook et à ma famille et à tous les gens qui me connaissent, la Tour Eiffel ne s'est pas fait en un jour. Alors, juste pour vous dire que Hya al-Mourid Diyanna, Hya Ahfir Diyanna, Hya al-Malik Diyanna, ou Hya le maire Diyankoum. Attallahu fih, Marat Sibouj Bhello. Voilà, Inch'Allah. منايا العام الجاي ومنايا دون دوزون ندير ديالنا تكون خيره خير بوجده وسعيديه. فوالا tout ce que j'ai à dire. Ben voilà, bon courage. Et puis ces événements qu'il y a là, l'événement qu'il y a ici à Ahfir dans le parc, franchement c'est une nouveauté et tous les ans vous aurez toujours des belles choses faites pour le maire, par le maire. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt. Voilà. Ciao. السلام عليكم. الاسم حنيفة الشاوني من مدينة شفشاون، صنيعة تقليدية في النسج التقليدي وحياكة المنديل. أول شيء كنشكر المنظمين على هذا التظاهرة اللي نظموها في مدينة أحفير، المعرض الجهوي، وكان عندي شرف أنني نشارك في هذا المعرض باش نعرف المنتوج ديالي، الساكنة ديال المنطقة، وكذلك نزيد باش ما ينقرضش المنديل. وكذلك ما عندناش غير المنديل، عندنا منتوجات مختلفه، وهذا هو الهدف ديالي. وكنشكر السيد ادريس بجواله رئيس الغرفه على هذه التظاهرات اللي كيقوم بها لتنميه الصناعه التقليديه في المنطقه، وشكرا. السلام عليكم. سنة الوردي، ممثل تعاونية الوردي الحرفية مدينة كليميم. أولا كنشكر الناس المسؤولين على هذا المعرض اللي استضفونا واللي استدعونا باش جينا لهذه المدينة، مدينة أحفير. أول مرة كنجو لها وحنا جيت سعداء ومتشرفين بالناس تاعنا يعني. وحتى بالنسبه للمعرض كيبان لي انه ما شاء الله يعني درك مازال البدايه، ولكن الحمد لله كيبان انه الحمد لله كاين اقبال، الموقع زين، التنظيم الحمد لله زين، وكنشكروا جميع المسؤولين على هذا المعرض وشكرا للجميع.
محمد، صانع تقليدي من صانع تقليدي من مدينة الدار البيضاء في المصنوعة الجلدية. بالنسبة للمعرض كي تقريبا أحسن معرض اللي شفته من ناحية، وكما كشكر خاص لجميع الأعضاء كل واحد باسمه وجنود الخفاء وجميع القوة المسلحة الملكية والدارك والأمن الوطني. وكما أشكر السيد اللي صراحة هو أبينا إدريس بوجوالة اللي كنشكره شكر خاص من هذا المنبر، وكنشكر جميع الأعضاء السيد المدير وجميع الأعضاء كل واحد باسمه، وكنتمنوا إن شاء الله الخير والمشاركة معكم دائما إن شاء الله. وأنا سعيد جدا فرحان ملي كنجي هذه الجهة الشرقية، أنا كتعجبني صراحة بزاف وكيعجبني المشاركة فيها دائما والحمد لله شي كاين، وكنشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم، انا المصمودي عمار من فاس، كندير هادشي ديال الفضيات والنحاسيات كما كتشوفوا، كيكون البراد بحال هاد الشكل هذا، يعني كل حاجه ودي مونطاب كما كيتصوب، وعاد كل حاجه كنصوبوها بالمسائل ديالها كتكون السخونه هادي، وكنبداو نسوديو تعنبو بوحدو، هادي المسائل بوحدها. وحنا مشاركين الحمد لله في المعرض الاول في احفير جهه الشرق، جات وجدة الشرق، وكنشكروا جميع الناس اللي صابونا، وكانت زيارة السيد العميل كانت مشرفة الحمد لله، ونتمنوا التوفيق دائما. وهاد الجهة كان الحمد لله زعما دائما مشرفة في المعارض ديالها، والناس الحقيقة كاين إقبال، شاركنا في الناظور في جميع التظاهرات هنا في جهة الشرق، وكاين إقبال، وحتى الناس الحمد لله كي يعني كيحبوا هاد الشيء ديال المنتوجات الفضية والنحاسية، وكنشكرهم على الاستضافة دائما إن شاء الله، وكنشكروا السيد الرئيس بوجوالة والوفد المرافق ليه اللي زارنا هنا مع سيادة العامين إن شاء الله، وكنشكرهم جزيلا إن شاء الله. شكرا تبارك الله عليكم، ونتمناو ديما يكون حظ سعيد بإذن الله، وديما أحسن في أحسن. السلام عليكم، معكم تعاونيات الخير من مدينة بوعفا، اسم ديالي بن عمران لبنى، رئيسة تعاونيات الخير لإنتاج وتثمين الكمون البلدي. جينا لمدينة أحفير باش نعرفوا المنتوج ديالنا، كنديروا زعفران حر والتوابل والحنة والعطرية. كنشكروا السلطة اللي نظموا هذا المعرض كاملين. السلام عليكم، معكم حورية الخابليشي، الكاتبة العامة تعاونية جوري تطوان الأعشاب التبية والعطرية. بالنسبة لنا احنا في التعاونية كنقومو بتجفيف الأعشاب التبية وكنقطروها، يعني كنخدمو الزيوت الطبيعية كوسميتيك، وفي نفس الوقت كنخدمو الماء المقطر مثلا في حامل ورد، مزهر، ماد السحتر، ماد السحترة، يعني جميع الأعشاب اللي كتكون متوفرة عندنا في التعاونية كنقومو بتقطير ديالها وكنستخرج الزيوت ديالها. من جهه اخرى كنعملوا صابون طبيعي حتى هو كيكون بالزيوت وبالاعشاب، في نفس الوقت كنخدموا الصابون البلدي حتى هو كنخدموه بالاعشاب، وكنخدموا ايضا حتى مثلا الزيت التقليدي. مثلا حنا في تطوان الجبل معروفين بالمنديل والشاشيه والطربو والفوطه، لهذا حتى هذا المنتوج هذا كنخدموا به.
بالنسبة للمشاركة ديالنا في هذا المعرض، هو أول مشاركة في مدينة أحفير، وكيشرفنا أننا نكونوا متواجدين هنا ونمثلوا مدينة ديالنا وجهة الشمال أحسن تمثيل. من جهة أخرى كاينة واحد تعاونية أخرى، هي تعاونية العسارة اللي كانت تشاركوا بيناتنا الرواق. هي تعاونية من مدينة دريوش إقليم ناظور، تعاونية كتهتم بالعسل الحر، يعني كاين عندها بزاف ديال الانواع ديال العسل، مثلا فحص العسل والاعشاب السانوج، كاين بزاف ديال الانواع، وكيخدموا حتى زيوت، وفي نفس الوقت كيخدموا املو اللي هو واخا هو ماشي منتوج الريف، ولكن حنا الحمد لله كيخدموه، اللي هو طبيعي 100% كيتخدم بزيت ارغان الحره والعسل الحر واللوز البلدي. السلام عليكم، انا أزقار كريمه من مكناس. انا خدمت تقريبا، تعلمت 7 سنين وعندي 2 دبلوم، عندي 37 شهاده في هذا التداوي بالاعشاب والتجميل زيوت نباتيه، وعندي تعاونيه هبات الله في مكناس. وهذا المعرض هذا اللي حضرت له اول مره، وهو اولا بعدا وثانيا هو اول مره ندار في 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 احفير. وكنشكروا سعاده العاملين اللي استقبلنا واحد الاستقبال حار، وكنشكروا الرئيس صناعه التقليديه سي بوجواله وسي بوتشيش سي بوتشيش وسي صالح وسي سيتو اللي قبلونا، وهاد الناس ديال احفير، الاعضاء كاملين تاع الصناعه التقليديه اللي استقبلونا استقبال حار، وكنشكروهم. والحمد لله هذا المعرض هذا لاول مره حضرت له، لاول مره ندار في احفير، كان ليه اقبال بزاف كاع، وكان اقبال من الجاليه المغربيه ديال اللي عايشه في الخارج،